لنا تشكيل الفرقتين. كريم معاك حبيبي، اتفضل. بجد التحيه ليك يا كابتن ايمن، وبرحب طبعا بكل نجوم الاستوديو التحليلي. زي ما قلنا التشكيل المتوقع من لحظات بالفعل هو التشكيل الرسمي لفريق النادي الاهلي. ابدا معاك تاني ونذكر كل جمهور النادي الاهلي في حراسه المرمى: الشناوي، خط الظهر من الشمال اليمين علي معلول، رامي ربيعه، ايمن اشرف، احمد فتحي، امامهم السوليه وديانج، على الاطراف جونيور اجاييه وجيرالدو ومحمد مجدي قفشه وبادجي. الاحتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي: علي لطفي، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، مروان محسن، احمد الشيخ، محمود وحيد، محمد شكري ومحمد فخري وعربي بدر. وبيخرج مصطفى شوبير من القائمه عشان يكون على دكه البدلاء. ان شاء الله باذن الله يكون التشكيل ده موفق لفريق النادي الاهلي، ويبدا ان شاء الله يقدر ان هو يحصد 3 نقاط هيكونوا مهمين جدا ان شاء الله يا كابتن ايمن، ويستعيد سلسله الانتصارات من جديد، وتستعيد اللعيبه ان شاء الله ثقتها في نفسها، والقادم يكون افضل ان شاء الله لفريق النادي الاهلي. يا رب المكسب ان شاء الله يا كريم. شكرا. هنروح لمراسلنا فاروق صلاح ونعرف منه تشكيل فرقه الجونه. اتفضل يا فاروق. كل تحيه ليك يا كابتن ايمن، التحية لضيوف حضرتك الكرام: كابتن علاء ميهوب، كابتن محمد يوسف، كابتن أسامة حسني، والكابتن هاني العجيزي. من هنا من داخل ملعب استاد داخل استاد القاهرة، الجولة رقم 22 ما بين الأهلي والجونة. الجونة استعد جيدا لمواجهة النادي الأهلي في هذا اللقاء. كان فريق الجونة عقب قرار الدولة المصرية بعودة استئناف النشاط كان لعب 3 لقاءات، كان تعادل مع الاتحاد بهدف لكل فريق، وكان تلقى الهزيمة في اللقاءين أمام نادي مصر المقصة ونادي مصر. منذ لحظات مستر بيدرو أعلن التشكيل اللي هيخوض به اللقاء، وهي طريقة 4-2-3-1، الطريقة المعتادة لفريق نادي الجونة في ظل غياب مجموعة من اللاعبين أبرزهم رباعي النادي الأهلي باسم علي، أكرم توفيق، أحمد ياسر، ريان، من مجموعة اللاعبين اللي بتغيب، ومحمود الجزار أيضا طبقا لبنود التعاقد ما بين الأهلي والجونة، وأيضا غياب لؤي وائل للإصابة وعبد عمر عموري للإيقاف. تشكيل فريق الجونة في هذا اللقاء: إسلام طارق في حراسة المرمى، على يمينه ألان كيامبادي، في الشمال جوناثان، 2 مساكين محمد نجيب وخالد صبحي، 2 في نص الملعب عمرو بركات وسيرجي اكا، قدامهم 3 اسلام محارب، اسلام عبد النعيم، واحمد مجدي، خلف راس الحربه وولتر بواليا. عايز اقول لحضرتك كابتن ايمن ان هداف فريق الجونه في مباراه الدوري اللي بيغيب النهارده احمد ياسر ريان احرز 5 اهداف، يليه احمد حمدي 3 اهداف، ثم وولتر بواليا ب 3 اهداف. هنشوف المواجهه النهارده ونشوف المباراه ما بين مستر بيدرو ومستر ريني فايلر. طبعا نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للاستوديو التحليلي، اتفضل يا كابتن ايمن. الف شكر كريم احمد وفاروق صلاح من ملعب المباراه، بنشكركم على التغطيه الرائعه، وباذن الله متواصلين معاكم حتى نهايه المباراه. وقبل ما نتكلم على الاجواء والفنيات في مباراه اليوم، تعالوا نطلع